السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في المزارع. الأمن الحيوي طبعا ده بيقصد به عملية مكافحة الأمراض والوقاية منها، يعني عملية منع دخول الأمراض إلى المزارع. وطبعا احنا في مزارع الدواجن بنعتمد على تطبيق الطب الوقائي، علشان عارفين انه لو حصل مرض وبائي بينتج عنه خسائر فادحة، زي مرض النيوكاسل كده وزي مرض انفلونزا الطيور، وده بيؤدي الى تلف كامل للقطيع المصاب. وفي اجراءات بتتم عشان خاطر نعدم القطيع دي في المزارع المصابة، واعدام كل الطيور في دائرة نصف قطرها من 3 إلى 5 كيلو متر. يعني لو عندنا بقرة ظهرت في مكان، فلازم بنعدم الطيور في المكان دي على مسافة 3 كيلو متر في كل الاتجاهات طبعا، وبذلك تنشأ خطائر اقتصادية من جراء هذا الإعدام. وكمان بننتظر عدة شهور عشان نتأكد من خلو المنطقة دي من المرض. وطبعا الأمراض الفيروسية زي ما حضرتكم عارفين ملهاش أي علاج، وده بيوضح الأهمية الاقتصادية لتطبيق برامج الأمن الحيوي اللي احنا بنتكلم عليه في الحلقة دي. وطبعا ده مش بيأتي أي ثمار ليه إلا لما يتم تطبيقه بالكامل، والمسؤولية في الموضوع ده بتبقى مسؤولية جماعية. ماجيش أنا أعمل أطبق الأمن الوقائي ده ويجي حد جنبي بيربي كده بدون أدنى مسؤولية، ويجي هو يضرني ويضر المنطقة كلها. وطبعا في كده عوامل معينة ممكن تؤدي إلى انتشار الأمراض، زي مثلا الإجهاد الحراري والطقس السيء، شدة الرياح بتنقل الأمراض لمسافات بعيدة، والنقص أو سوء التغذية والازدحام، وغيرها طبعا عوامل كثيرة جدا. ومع إن العلاج هو الاستجابة التقليدية لأي إصابة مرضية، إلا إنه مرتفع التكاليف نسبة إلى العائد المالي منه، وقد يقلل الخسائر لكن ما بيمنعهاش. أما التحصين الوقائي فهو ضروري جدا ضد الأمراض المتفشية، ويجب التأكد من أن اللقاحات لا تحقق حماية تامة 100% من الأمراض، وخصوصا اللقاحات البكتيرية. ولذلك المهم أن احنا نقوم بإجراءات مانع وصول أو دخول العوامل المعدية إلى مزرعة الدواجن، يعني نتبع طرق الوقاية السليمة، وذلك بتطبيق الإجراءات الصحية البيطرية العامة من عزل وتنظيف وتطهير وتحديد حركة الأشخاص والمعدات، ومكافحة الحشرات والقوارض والطيور والحيوانات البرية الشاردة اللي بتؤدي إلى انتشار الأمراض دي. برنامج الوقاية الملائم يشمل 5 نقاط، حاجة اسمها الراديكيشن والهياجين والباكتينيشن هو التحصين، والميديكيشن العلاج، واللابراتوري كنترول. يجب على إدارة مزارع الدواجن تحديد المسؤوليات والحث والتشجيع والتحفيز الدائم على فهم وتطوير فلسفة الوقاية من أمراض الدواجن ومنع حدوثها، وأيضا تطبيق قواعد وأسس الأمن الحيوي. وطبعا الخطر الأكبر لمنتجي الدواجن ممكن يأتي من عامل أو موظف يربي في بيته أي نوع من أنواع الدواجن. وطبعا عشان كده من الأسس الصحيحة نمنع أي موظف أو عامل في المزرعة أنه يربي طيور في بيته، وتتطلب أنظمة الأمن الحيوي الفعال تخيلا دائما وثابتا، ومراجعة متواصلة لكل من السجلات والإجراءات في كل المواقع، ودي قائمة بتظهر عدد من الدوائر العامة والخطرة والحرجة، المزارع وحركة الأشخاص والمعدات، نقاط احتكاك الموظفين، مراقبة الناقلات والمطهرات ومعدات النقل، تنظيف وغسل المعدات والأدوات وتطهيرها، حمامات الأشخاص وملابسهم وأحذيتهم، أعمار القطعان والمجموعات المعزولة، استخدام ألبسة وأحذية الحماية الخاصة بالعامل، فحص ومراقبة تنظيف وغسيل وتطهير المزرعة، مكافحة الفئران والقوارض والحشرات والطيور البرية، حواجز وأبنية الأمن البيطري، مغاطس الأحذية والعربات، حوض كده بنخليه على مدخل المزرعة علشان اللي داخل المزرعة يعدي من عليه عشان خاطر يطهر الأحذية بتاعته، أو عجل للطيارات اللي بتدخل جوه المزرعة، التخلص من البراز وحرق الجثث وترميدها، جودة مياه الشرب وجودة العلف ونظام حفظ عينات العلف، استخدام العلاجات في المزارع وفي العلف، عدم تربية حيوانات أو طيور أخرى في نفس المزرعة أو الموقع، إجراءات حجر البيطري ومسح جرثومي وتصميم المناطق النظيفة والوثقة ورسم حدودها، وطبعا الفحوصات المخبرية الدورية الطارئة. طبعا احتياج الأمن الحيوي وأهمية تطبيقاته القوية
ساعدت في استبعاد كثير من الأمراض والتخلص من بعضها تماما. ولهذا تبرز أهمية الأمن الحيوي وتأثيره الواضح على اقتصاديات وإنتاج الدواجن. نجي بدل السؤال المهم، ما هي الأخطاء الشائعة في الأمن الحيوي؟ أنا هترك لكم صور لبعض الأخطاء الشائعة في الأمن الحيوي، يريد تبصوا عليها وتهتموا بها كويس، تاخدوا بالكم منها لأنها دائما بتحصل في جميع المزارع. ده كان موضوعنا اليوم عن أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن. في النهاية بنشكركم لحسن المتابعة، لو عجبك الفيديو دوت لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.